مشاهدي وتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشاهدوا معنا أمطار الخير والحمد لله تتهاطل في هذا الأثناء على مدينة الدار البيضاء. انتم كتشوفوا أمطار غزيرة تتهاطل في هذا الصباح على مدينة الدار البيضاء. واش حسنتوا ما عندكم الأمطار في المدن اللي كتتابعوا منها هذا المباشر؟ أمطار قوية هذا الأثناء. نجيب يورتيت، الحمد لله أمطار غزيرة في هذا الأثناء على مدينة الدار البيضاء. نتمنوا بأن شي حد احد من المشاهدين الكرام يقول لنا او يدخل على الخط ويقول لنا هذه الامطار في هذا الوقت في اخر ايام شهر ابريل لاش كتنفع. نقدر نقولوا بانها تلطيف الجو، ولكن واش تقدر تكون صالحه لنوع من انواع الفلاحه؟ انتم كتشوفوا الامطار ديال الخير والحمد لله اللي كتهاطل في هذا الاثناء على مدينه الدار البيضاء. نجيب غورتيت اخوكم الجزائري نحييكم في الله، مرحبا بالسي نجيب. سليم لا اخويا احنا ما عندناش شكون دينا سي سليم المغاري. الحمد لله أمطار غزيرة في هذا الأثناء. صباح الخير صباح النور. إذن كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام أمطار غزيرة في هذا الأثناء. إحنا ما عندناش عبد العالي فاس، إحنا ما عندناش فاس. كما كتشوفوا أمطار غزيرة في هذا الأثناء تتهاطل على مدينة الدار البيضاء. كان سي برو صباح الخير اوج الخير شكرا.
نتمنى من المشاهدين الكرام يقولوا لنا من اي مدينه او من اي دوله كتتابعوا هذا المباشر، واش حتى نتوما ما عندكمش او ما عندكمش. احد المشاهدين كيقول لك جيت الهراويين ما كاين والو، مول عبدو ما كاينش، ما كايناش في سيدي مؤمن. سبحان الله، سيدي مؤمن هي مدينة الدار البيضاء ما فيها والو، وهنا وسط المدينة انت ممكن تشوف تصبي غزارة. تراب كبير قال لك إن كازا من كازا، كازا مدينة الدار البيضاء. أمين سيدي مؤمن ما كاين والو، سبحان الله. هي كاينة هنا وسط المدينة، كتواجدو بالضبط بشارع محمد الخامس. سي الحاج قالك الحاج الرجاوي قالك شمن غزارة؟ لا كاينة غزارة، كاينة غزارة سيدي، ها هي غزارة، غزيرة، أمطار غزيرة في هنا مدينة الدار البيضاء. ديما رجا مكيناش في تشارك، سبحان الله العظيم. عمي الفقيه قال لك انا في الدار البيضاء ما كاين والو، انا خويا في الدار البيضاء في شارع محمد الخامس كاين الشتا. يا الله، انا كنقول لكم من مباشر ماشي شي حاجه مصوره ولا هذا، شارع محمد الخامس، هذه زنقه الشاويه في شارع محمد الخامس. هانتوما كتشوفوا الامطار تتهاطل في هذه الاثناء. عين السبع والبرنوسي والو، سبحان الله. عمي الفقيه قالك حاول انك تدور في كازا. انتم كتشوفوا امطار الخير والحمد لله. ديما جاك تيق شك اخويا، واش من طبيعه الحال غادي تيقني؟ يعني كنقول لكم المباشر، احنا على المباشر. انتم كتشوفوا الشتا كتصب، واش هادشي فيه الكذوب؟ احنا كنقول لكم المباشر، انتم كتشوفوا الشتا كتصب على البابريز ديال الطوموبيل، مكاينش فيه الكدوب. وعلاش اصلا غادي نكذب على المشاهدين الكرام؟ كاين الشتا، كاين الشتا، كاين الشمس، كاين الشمس، في الاثناء كاين الشتا وبغزارة كنقولها، واتحمل المسؤولية. وحي الليمون كاينة تبارك الله، ها هما الناس كيقولك عبد الرحيم الكلاني في حي الكلية وحي الليمون كاينة تبارك الله. إذا محسن ماز واش معرضوش العكس، معوش العكس ديال بنت أخ نوش والسي العلوي. أخويا ماشي السي العلوي، أنا بن ولدي ما بين بنت أخ نوش والصفراوي، الله يكمل عليهم بخير، الله يسهل عليهم.
وحسين مع صوتك بحال ديال العلوي، غير العلوي هذا، ده هو العلوي. مرحبا. حسين أشمن الزنقة، هذه زنقة الشاوية بشاري محمد الخامس. إذا شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة ديال هذا المباشر اللي نقول لكم من خلاله الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على مدينة الدار البيضاء. بالفعل نتمنى بأنها تكون أمطار الخير، أمطار غسل الوباء، أمطار النماء، أمطار ملء السدود بإذن الله. فاتي سيرين ما شفنا غزار، كاين غزار اختي كاين فهمتم، باش عرفو غزار شوفو غير شوفو غير الباربريز كيفاش كتمسح وكيفاش كتعمر بسرعة. احنا في المحمدية ما كايناش حتى خديجة صاحب. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى بغى ينعم على وسط المدينة في هذه الأثناء بهذه الأمطار الغزيرة. الناس بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا سايقين سواء الدراجات او السيارات او الشاحنات او اي نوع من انواع وسائل النقل، انهم يتوخوا الحذر، يمشيو بشويه، ان هاد الشتا اللي كتكون من بعد ايام ديال او الشتا الاولى اللي كتكون بعد ايام محبسه الشتا كتكون شويه صعيبه على السائقين. عمي الفقيه واش كاينه في عين الشق ولا لا؟ الله اعلم. انا كنهضر لك على وسط المدينه على شارع محمد الخامس. حسين قال كاين الشتا في طنجة،
حسنا الحمد لله. يمكن أمطار الخير في مدينة طنجة حتى هي. عندنا تولوج بإيطاليا، عبدو قال لك دايرين شي جولة. ايه مرحبا، اذا بقاو معايا مشاهدينا الكرام ما غاديش نقطع عاد مباشر حتى نديرو هاد الجولة اللي طلبو منا الناس. هانتوما تشوفوا ما يقع في هذا الأثناء بمدينة الدار البيضاء. هانتوما الأمطار ديال الخير كيفاش كتهاطل على مدينة الدار البيضاء. خير عزيز العلاوي، شكرا. مرحبا سيدي، مرحبا. بارطاجيو مشاهدينا الكرام، بارطاجيو. الحمد لله الحمد لله ستيفانو، الحمد لله على نعمتي الله، الحمد لله. هانتوما كتشوفو باش أن الأرض كلها فازت في هذا الأداء. نتمنى بأن هذا المباشر يكون إعجابكم مشاهدينا الكرام. تيقنتو بأن راه كاينة أمطار غزيرة في الأثناء في مدينة الدار البيضاء. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، وإلى مباشر آخر. شكون راكب في الطرامواي اللي داز من قدامنا دابا هنا في شارع محمد الخامس؟ نتمنى يكتب شي تعليق.